ليه الناس بتتخيل ان ده هدم للدين او هدم لاركان الدين؟ لعده اسباب. السبب الاول ان رجل الدين بطبعه هو رجل تقليدي، بيحب الامور الكلاسيكيه القديمه ويحب ان هو يفضل محلك سر مع القديم، ما يحبش يجدد. دي واحده. اثنين اللي هو فكره السلفيه يعني. طبعا فكره السلفيه، يحب الوصوليه والتقليديه بشكل كبير جدا. ثاني حاجه انه بكل صراحه بكل وضوح داخل مؤسساتنا الدينيه وداخل المجتمع الديني بتاعنا تغلغلت السلفيه بحيث انها تسلفت واخونت عدد كبير جدا من هذه المؤسسات الدينيه، فاصبحنا نرى رموز كبيره جدا داخل هذه الاماكن هي في الاصل هي اخوان او هي سلفيين، فدول مش عاوزين ده. ده بصراحه بوضوح قولا واحدا قولا واحدا. طيب. واستخدام الدين كمان من بعض الدول، لانه استخدام بعض الاشخاص، يعني انت النهارده بتتكلم مثلا مضروب لك مثلا بدوله قطر، كيف تستخدم في فرق بين الدين والتدين، كيف تستخدم قطر التدين، تدين للتوغل، تدين. شوف اول حاجه عملوا في الفتره فاتت جامع محمد بن عبد الوهاب، وبنوا اكبر جامع في الدوحه. طب انتوا مالكم محمد بن عبد الوهاب؟ وعاوز يستغل الوهابيه للتوغل داخل المنطقه. طيب يحتوي الاخوان المسلمين ويحتضن قادتها على ارض وجد وغنيم وغيره وغيره وغيره، عاصم عبد المجيد وغيره. طب انت بتحتضن دول ليه؟ الارهابيين دول، وانت عارف المرهبين، لكي يستغل هؤلاء لكي يتوغل عن طريق التدين بتاعهم، حتى لو تدين متطرف او تدين ارهابي. فهنا في غايه في الخطوره، احنا في مساله في غايه في الخطوره، وان احنا لابد ان احنا التدين نقول ده التدين الصحيح.